النظام السوري والمعارضون يتابعون باهتمام الانتخابات الأمريكية لما لها من تأثير على تطورات الملف السوري. تقرير ميشيل أبو راشد. الانتخابات الرئاسية الأمريكية تسرق انتباه العالم، وفيما الأمريكيون منشغلون باختيار رئيسهم المقبل، ينشغل السوريون أيضا القابعون في حرب داخلية بمعرفة هوية الرئيس الأمريكي العتيد. كيف لا وقد استفاض المرشحان الأمريكيان شرحا في كيفية التعامل مع الملف السوري عند الفوز. للنظام السوري تجارب كثيرة في التعاطي مع الإدارة الأمريكية، فالرئيس بشار الأسد الذي تعرض لضغوط وعقوبات شديدة زمن الرئيس جورج بوش راهن في المقابل على فوز الرئيس باراك أوباما ليعود نظام دمشق ويتنفس الصعداء ولو قليلا قبل هبوب عاصفة التغيير. النظام يراهن اليوم أيضا على بقاء أوباما المتردد حتى الساعة وفق تصريحاته الأخيرة في إرسال الأسلحة الثقيلة إلى المقاتلين المعارضين، وهو الأمر الوحيد الذي قد يقلب المقاييس في سوريا. في المقابل يحبس المعارضون دون الأنفاس بانتظار نتيجة الانتخابات الأمريكية على واقع التقارب بين المرشحين، وبالطبع تصريحات المرشح الجمهوري ميت رومني أثلجت قلوبهم بعدما أعلن في مناظرته الأخيرة ضرورة إرسال الأسلحة الثقيلة إلى المقاتلين المعارضين في سوريا لوقف نزيف الدم وإطاحة الرئيس الأسد. في المحصلة ينشغل الشارع السوري بالانتخابات الأمريكية وبشخصية الرئيس، لكن الثابت أن أي رئيس سيحتاج إلى مزيد من الوقت لحسم قراراته بالشأن السوري، هذا الملف الذي بات مرتبطا دوليا بعلاقات الولايات المتحدة مع روسيا والصين، وإقليميا بدول الجوار والملف النووي الإيراني.